أكثر من عامين مضت على المجازر التي ارتكبها داعش بحق الأهالي في سنجار، خصوصا النساء اللائي تعرضن للاغتصاب والتعذيب والقتل. بعضهن نجح في الهرب من بطش داعش، بينما لا يزال المئات منهن أسرى لدى التنظيم المتطرف بانتظار أي فرصة لتحريرهن من العذاب. داليا ناجية من داعش تروي لأخبار الآن بعضا من معاناتها مع التنظيم وكيف تم خطفها مع أقربائها من قبل داعش. امپانز دای مها هجد کرده. راستی روزه کنن خوش بو. ام سعادیان دای نیرو گرتن. كنا نعيش في قريتنا كوجو التابعة لقضاء سنجار قبل أن يأتي الوحوش المتربصة بنا لينقضوا علينا ويخطفوننا، سلبونا أموالنا وقتلوا رجالنا. هذا ما فعله تنظيم داعش بنا منذ قرابة عامين، حين دخل داعش وأخذنا نحن النساء على دفعات إلى المعهد الفني في منطقة الصولاخ بعد أن قتلوا الرجال، وتنقلنا بين تلعفر والصولاخ، وفي الطريق كنا نرى جثث الرجال المرمية في الشارع. كنا نرى المجازر التي خلفها وحوش داعش. ماني نسر بازي ما بازي وان خدان تكر دورا ماني نسر بازي ام نه ما سر بازي وان بون. خطفت أنا مع عدد من أفراد عائلتي، بقيت عدة أشهر عند تنظيم داعش في الموصل. نجونا مرات من الاغتصاب لكني لم أنجو من التعذيب، تمكنت من الهرب، ولكن لا يزال 17 امرأة من أفراد عائلتي يعانون الويل من تنظيم داعش.